الأترجة، ريحه طيب وطعمه طيب، كان له نور في الأرض وذخر عند أهل السماء. الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد سليم داود أحد أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، ويتمتع الشيخ عبد الباسط بشعبية هي الأكبر في أنحاء العالم لجمال صوته ولأسلوبه الفريد، ولقد لقب بالحنجرة الذهبية وصوت مكة. ولد سنة 27 بقرية المراعزة في محافظة قنا. حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ محمد الأمير شيخ كتاب قريته. أخذ القراءات على يد الشيخ المتقن محمد سليم حمادة. دخل الإذاعة المصرية سنة 51، وكانت أولى تلاواته من سورة فاطر. عين قارئا لمسجد الإمام الشافعي سنة 52، ثم لمسجد الإمام الحسين سنة 58 خلفا لشيخ محمود علي البنا. ترك للإذاعة ثروة من التسجيلات إلى جانب المصحفين المرتل والمجود ومصاحف مرتلة لبلدان عربية وإسلامية. جاب بلاد العالم سفيرا لكتاب الله، وكان أول نقيب لقراء مصر سنة 84، وتوفي في 30 من نوفمبر 8. عبد الباسط محمد عبد الصمد عام 27 بقرية المراعزة التابعة لمدينة ومركز أرمنت بمحافظة قنا بجنوب الصعيد، حيث نشأ في بيئة تهتم بالقرآن الكريم حفظا وتجويدا. فالجد الشيخ عبد الصمد كان من الحفظة المشهود لهم بالتمكن من حفظ القرآن وتجويده بالأحكام، والوالد هو الشيخ محمد عبد الصمد، كان أحد المجودين المجيدين للقرآن حفظا وتجويدا. أما الشقيقان محمود وعبد الحميد فكانا يحفظان القرآن بالكتاب، فلحق بهما أخوهما الأصغر سنا عبد الباسط وهو في 6 من عمره. التحق الطفل الموهوب عبد الباسط بكتاب الشيخ الأمير بأرمنت، فاستقبله شيخه أحسن استقبال لأنه توسم فيه كل المؤهلات القرآنية التي أصقلت من خلال سماعه القرآن يتلى بالبيت ليلا نهارا بكرة وأصيلا. لاحظ الشيخ على تلميذه الموهوب أنه يتميز بجملة من المواهب والنبوغ تتمثل في سرعة استيعابه لما أخذه من القرآن وشدة انتباهه وحرصه على متابعة شيخه بشغف وحب ودقة التحكم في مخارج الألفاظ والوقف والابتداء وعذوبة في الصوت تشنف الآذان بالسماع والاستماع. وأثناء عودته إلى البيت كان يرتل ما سمعه من الشيخ رفعت بصوته القوي الجميل متمتعا بأداء طيب يستوقف كل ذي سمع. مع نهاية عام 51 طلب الشيخ الضباع من الشيخ عبد الباسط أن يتقدم إلى الإذاعة كقارئ بها، ولكن الشيخ عبد الباسط أراد أن يؤجل هذا الموضوع نظرا لارتباطه بمسقط رأسه وأهله، ولأن الإذاعة تحتاج إلى ترتيب خاص، ولكنه تقدم بالنهاية. وبعد الشهرة التي حققها الشيخ عبد الباسط في بضعة أشهر كان لابد من إقامة دائمة في القاهرة مع أسرته التي نقلها معه إلى حي السيدة زينب. بسبب التحاقه بالإذاعة زاد الإقبال على شراء أجهزة الراديو وتضاعف إنتاجها، وانتشرت بمعظم البيوت للاستماع إلى صوت الشيخ عبد الباسط. وكان الذي يمتلك راديو في منطقة أو قرية من القرى كان يقوم برفع صوت الراديو لأعلى درجة حتى يتمكن الجيران من سماع الشيخ عبد الباسط وهم بمنازلهم، وخاصة كل يوم سبت على موجات البرنامج العام من 8 وحتى 8:30 مساء. تمكن مرض السكر منه، وكان يحاول مقاومته بالحرص الشديد والالتزام في تناول الطعام والمشروبات، ولكن تزامن الكسل الكبدي مع السكر فلم يستطع أن يقاوم هذين المرضين الخطيرين، فأصيب بالتهاب كبدي قبل رحيله بأقل من شهر، فدخل إلى المستشفى إلى أن صحته تدهورت، مما دفع أبنائه والأطباء إلى نصحه بالسفر إلى الخارج ليعالج بلندن، حيث مكث بها أسبوعا وكان بصحبته ابنه طارق، فطلب منه أن يعود به إلى مصر. قبل 26 عاما رحل صوت وصورة عبد الباسط عبد الصمد، وكانت جنازته وطنية ورسمية على المستويين المحلي والعالمي،
فحضر تشييع الجنازة كثير من سفراء دول العالم نيابة عن شعوبهم وملوك ورؤساء دولهم تقديرا لدوره في مجال الدعوة بكافة أشكالها. رحل عبد الباسط، لكن صوت مكة الحنجرة الذهبية الخالصة لم ترحل، فهي لا زالت ترتل القرآن في افتتاح برامج الإرسال لمعظم القنوات العربية المرئية والمسموعة، ولا زال الكثيرون يحتفظون بتسجيلات للشيخ عبد الباسط في قراءاته المتعددة للقرآن الكريم، وغدا يقول له أهل السماء: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.